نكمل مع بعض ال 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 الخامة الأخيرة اللي هي بتاعة الكليبرز. الكليبرز على فكرة مش هتبقى فيها مشكلة، يعني دي هنسميها سنتر، وهنروح لكرييت وشيدر وارنولد شيدر نتورك، وهحط دي على الكليبرز. طبعا الكليبرز مش متاح ان يبقى معاها دي زي مسامير الربط كده، فهنعملها كلها تكتشر واحدة. هنيجي هنا ونحط ايه السيرفس، تمام. وكالعادة عندي طريقتين، بس بما ان ده واخد او له لو كالر، فانا هشتغله كالر. انا ممكن اشتغله بنفس الطريقة دي واحط، اقول لكم حاجة، تعالوا نشتغله بتكنيك تاني من غير التكنيك بتاع ايرون مان ده، تمام. تعالوا الاول نحط لاير كالر، وفي اللاير كالر هوصلها هنا بس الاول، هي دي نسود، تمام. اول حاجة عندي عايز اعملها، عايز احط ميكس كالر، تمام. ميكس كالر هيبقى هنا اهو، ده لير 1. وعلى طول عايز اروح للمين وادي الكالر اللي انا عايزه. افتكر ان كان في فيش، طيب خلينا ناخد كالر زي ما قلت اغمق سنة من ما انا عايز، وعايز الكالر التاني وهو بس افتح منه شوية، يعني حاجة بالشكل ده كده، او خليني اخد ده بقى الفيرجن الاغمق، بلاش الافتح. حلو قوي كده. في الميكس نوت ممكن اشتغل ب خلينا اشتغل باليوتيليتي. هي اليوتيليتي فكرتها ايه؟ فكرتها ان انا هعمل كده وهوريكم انا ليه هشتغل بيها، عشان بالمره اوريها لكم، عشان هي شبه الفيسنج ريشيو، بس زي ما انتم شايفين هي خدت في حساباتها التوبولوجي بتاع الاوبجكت. فانا هنا محتاج معاها رامب فلوت، لان هي ما فيهاش البارامترز اللي موجوده في الفيسنج ريشيو، تمام. فكده زي ما انتم شايفين، تمام، بالمنظر ده. ممكن طبعا احط هنا سنتر بوينت واشتغل على الحتت بس اللي انا بالظبط حاجه بالشكل ده. فكده انا هدرج الاحمر من افتح لاغمق، من اغمق لافتح، حسب ما انت عايز. ممكن طبعا كنت تحط ايمج، ممكن كنت تحط نويز، يعني زي ما انت حابب، بس انا حابب ان انا كل شويه احاول استخدم حاجه جديده، بحيث ان يعني نبقى على قد ما نقدر بنلم معلومات كتير، وانت طبعا هتشوف الانسب على حسب البروجكت اللي انت شغال فيه. انما حاجه زي دي انا كده زي ما انتم شايفين عكست الالوان، اللون الاحمر الفاتح في حته، الغامق في حته، يعني الدنيا بقت احسن كتير من الاول، وما زلت عندي القابليه ان انا اغمق افتح زي ما انا عايز. طيب خلصنا كده من اللير الاولانيه في الكالر. ناخد اللير التانيه، هتبقى عباره عن ايمج، تمام. هناخدها هنا وهاخد ولتكن ايمج زي دي، يس، ونحطها على الاخ ده ونشوف هل هي محتاجه ريبيتيف ولا لا. ما افتكرش انها محتاجه ريبيت، لكن هي اكيد محتاجه ادجستمنت. فانا هروح هنا واودي دي هنا على لير 2، وهقوم رايح واخد دي واقول له 1
تمام، وأودي دي هنا ماشي. نرفع بس دي فوق دي عشان ما نتلخبطش، وناخد دول احطهم هنا، ناخد دي احطها هنا. معلش يمكن البتاع ده رخم في دي، بس ما علينا. ناخد دي كده، ناخد دي كده تمام، ونقوم قايل له مالتيبلاي ونعمل كلر. جميل. نيجي هنا على رامب فلوت افتر انبوت، مش عارف هي دي تتعكس احسن، تتعكس افتكر انها لو اتعكست هتبقى افضل، افضل كتير كمان. تمام، ناخد دي كده سنة جميل، ده شيء جميل. تمام، حلو قوي. تمام، لو خدنا بقى دي حطيناها هنا على السبيكولر كولر، وودينا دي هنا، ورحنا كده طبعا اوبت ده زي ما هو، اما ده فهيرجع لورا كده. تمام، دي هخليها بوينت وان دلوقتي، وهنا ده زيرو. تمام كده الدنيا زي الفل. واحد يقول لي ده ريفلكتيف، هي مش ريفلكتيف قوي يعني، انت لو عملت دي كده هتلاقي الكالر بيرجع، بس طبعا احنا هنشتغل لو احنا عملنا دي واحد تمام هتلاقي الدنيا كده جميل. بس احنا عندنا هنا في الميكس ده احنا عايزين ده بس يبقى افتح سنه ودي ساتوريتد سنه، بس حاجه زي كده تمام، حاجه بالشكل ده. طبعا هنا احنا نشتغل بالسترينجز لبكره، نفتكر كده الريفلكتيفيتي افتكر الريفلكتيفيتي كده كويسة جدا. الروفنس لو احنا عملناها كده بنرجع بالمنظر ده. تمام، الرام بفلوت زي ما احنا قلنا، عندي الكنترول ان انا اقدر اتحكم في الكالر مكانه فين، وانا افتكر دي مكانها كده ظريف. عايز تضيف تاني؟ ممكن نروح هنا ونحط image كمان، وناخد ناخد 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 ايه؟ دي افضل. تمام، واكيد اكيد 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 كنترول تاب رام بفلوت. تمام، وناخد دي هنا input، وناخد دي هنا كده، بس نشوف الدنيا ظروفها ايه. مشكلة
المابس اللي انا باخدها انها جايه من على يو اس بي درايف، وهو مش يو اس بي 3 كمان، فعشان كده ارنولد بيعمل الحركه الظريفه اللطيفه بتاعته دي. تمام، دي هاخدها زي ما هي واقوم رايح هنا وحاططها على لاير 3، وناخد دي هنا كده. اذا هنا انا عندي لاير 3 هتبقى 1، ومش عارف بقى يعني مش عارف تبقى ايه، يبقى البلند مود بتاعها ايه، بس افتكر مالتبلاي هتبقى كويسه، لكن تفتح شويتين. افتكر ان الميكس كولر محتاجة، بما انها ريفليكشن كولر فمحتاجة ان هي تبقى افتح. تمام، جميل. واليوتيليتي معلش انا عايز ابص على دي تاني. تمام، مفروض هنا اللون الغامق وهنا يطلع على ابيض زي ما احنا كنا متوقعين. صح، تمام، بس كده كده جميل جدا. جميل. كل ده في احنا ما بنعملش اي حاجه غير السبيكولر سترينجز على فكره، والسبيكولر كولر كده. الدنيا كويسه جدا ومش عايزين اي حاجه. نيجي للروفنس. طبعا الروفنس انا عاملها بالشكل ده، لو انا قللتها هتبقى بالمنظر ده. انا كل اللي انا عايزه من الروفنس على فكره مش شرط ان انا اخد نفس المابس دي واحطها للروفنس، خد منها واحده واعمل باقي زي ما انت عايز، يعني اعمل اللي انت عايزه في الروفنس. تمام، فانا ممكن اخد ايمج، حتى اخد ايمج تانية خالص على فكره ممكن ملهاش علاقه بالقصص دي. تمام، واخد مثلا ايمج ممكن دي فيها شويه سكراتشز ظريفه، واقوم عامل كده ونشوف هل هي محتاجه تتعكس ولا لا. تتعكس مش تتعكس. تمام، فافتكر ان احنا هناخد الاول نشيل دي. قبل اي حاجه هي محتاجه ان يتعمل لها تايلينج، وليكن 2 باي 2 3 باي 3 هاي تعمل لها انفرت. هنروح ل رامب فلوت وناخد ان افتر كده ريست، ونطلع ده فوق ونجيب ده تحت. تمام، وافتكر انه ماشي. دي سنة كمان تحت كده عشان مش عايزين كونتراست عالي. عايز كونتراست عالي خليك معليها زي ما انت.
تمام، فهاخد دي على طول هنا على ال speaker roughness. زي ما قلنا هي هتروح بنفس ال يعني نفس القيمة اللي كانت موجودة قبل ال قبل ما قبل ما نعمل الايمج. طب ما انا عايز اعدل القيمة، هي ارنولد هنا بيشيل، ارنولد هنا هيشيل، فالفكرة ان انا هنا افتكر انا هزود الروفنس سنة. هو كان عامل زي المراية وأنا مش عايزه زي المراية، تمام. كده تمام. هو فاضل ايه؟ فاضل الايدجز، تمام. يعني انا عايز الايدجز كمان مور رفر عن كده، فهروح للكيرفتشر. في نقطة، الناس اللي شغالة على ماية استخدموا الـ AL curvature، لأن هي البارامترز بتاعتها هتلاقوا قريبة جدا من اللي موجودة في الماية، تمام. هنا مينيمال قوي، يعني زي ما انتم شايفين مينيمال، يعني radius 0.0 مثلا 3 ولا حاجة، تمام. و السبريد انا ممكن اخدها مثلا حاجة كده، الثريشولد بايس، البايس ده على فكرة لو انا زودته هيخلي التدريج ابيض جامد قوي. اوب 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 انا غلطان ان انا مسكت الت، تمام. فيو فريم ديفولت، تمام. طب والله جت بزاويه احسن من الاول. المهم مش كل حاجة بتتعمل غلط بتبقى وحشة، بس يعني تمام كده كويس قوي. هو انا ما افتكرش ان انا محتاج، لا محتاج 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 السبريد يقل عن كده شوية بالظبط، حاجة بالشكل ده كده جميل. كالعادة المالتبلاي دي هي دي اللي هيبقى فيها الايمج اللي هتعمل البريك اب، فانا هقول له ايمج وهاخد ايمج هاي فريكونسي زي دي كده. افتكر انها تبقى محتاجه تايلينج، تمام. هناخد دي وهحطها هنا في المالتيبلاي، ودي نشوف شكلها ظروفه ايه. كده جميلة. المفروض ان انا في العادة بحط هنا color correction node واشتغل بال exposure. انا هجرب حاجة والله اول مرة اجربها معاكم، يعني هو في الفيري انا كنت بعمل حركة حلوة قوي، بس لان الفي راي الجريدينت بتاعه بيسبورت حاجه اسمها مابت، تمام، او المابت نوت، مش عارف هنا يبقى ظروفه ايه. عموما هاخد رامب ار جي بي، هاخد رامب ار جي بي، وافتكر ان ارضو اللي هيسبورت الموضوع ده، بس هنجرب. الفكرة في ايه بقى؟ هو انا عايز اخد كونتراست صح بين الاسود والابيض. يا رب تنفع، يا رب تنفع. لو انا خدت دي حطيتها هنا في الكالرز ككالر، خدت دي هنا. طيب
طب لو خدت دي حطيتها ككالر 1، الله ظبطت. طب ماشي يا رب تظبط بس للاخر. لو خدت كالر 1 ده لا ما ظبطش. طب ماشي، طب ده لو زقيته كده ما ظبطش. طب البتاعه دي ما فيهاش مالتي بلاير، يعني ما فيهاش مالتي بلاير كاستم يو في، خلينا على كاستم زي ما احنا، كاستم زي ما احنا تمام. بس طيب ماشي، بما انها مش هتيجي في كالر 1 و 2 هحطها للانبوت تبقى هي المين شيدر. ايوه، وافتكر بدي ممكن نعمل كونتراست. ايوه مظبوط كده، مظبوط كده، مظبوط كده، نفعت تمام كده، نفعت. يبقى انا بدل ما اروح لاكسبوجر ويطلع عيني كل شويه في ان الدنيا تبوظ مني، والله على فكرة هو ده اللي انا قلته. يعني انا قلت انت حتى يعني انت شايف هنا انت ممكن تضيف هنا في الرامب ده اللي انت عايزه. يعني لو انت فهمت اي رندر انجن والله هتفهم الباقي. يعني في ناس حاكمة دماغها في ان انا لو شغال كذا مش هعرف ابقى شغال كذا. والله لو اشتغلت اي رندر انجن فيهم هم كلهم نفس الالجوريزم. اي نعم كل واحد فيهم او كل رندر انجن فيهم بيحسب الحاجه بطريقته، بس لو حاولت انك انت تطبق نفس التكنيك هتيجي. يعني هي هو التكنيك ده انا بعمله في الفي راي. باخد الفي راي ديرت واقوم راميه جوه جريديانت رامب، واخلي نوع النوت اللي هي النوت دي تمام، اخلي نوع النوت دي اخليها مابت، واقوم موديله في السورس في السورس ماب بتاعته، اقوم مديله الفي راي ديرت تمام. في الحاله دي بيبقى عندي كنترول جامد قوي على ال 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 حاجه زي الكيرفتشر او حاجه زي الامبيانت اوكلوجن. اي نود بتدي لك ماسك تقدر تكنترولها بحاجه زي دي. بالعكس تقدر تضيف كولرز كمان لو انت عايز تمام. فانا بالمنظر ده انا ممكن اكنترول الكونترست زي ما انا عايز في اللاير دي. طيب انا مبسوط جدا على فكره تمام. اللاير دي وتهت جدا برضو على فكره. خلاص اللاير دي هناخدها هنا، يبقى هنروح هنا ل لاير كلر تمام. في اللاير كلر هحط دي كلاير 1، وهحط ده اهي كلاير 2، وأودي دي هنا تمام، وأودي دي هنا. نيجي هنا بقى، كل الحكاية إن أنا عايز لاير 1 تبقى لايتن، تمام، وهي اللي تتحكم في الروفنس. ناخد دي كده نحطها في الروفنس. يا عم تعالى بقى نحطها في الروفنس، وناخد دي نحطها هنا. هنلاقي دي بقت مور رف عن الباقي. طبعا احنا ممكن نيجي في اللاير اللي هي الاولانيه دي تمام، اللي هي دي ونظبطها زي ما احنا عايزين.
وممكن ببساطة برضو ان احنا اللاير دي ده اهي. طب بالمرة بقى عشان تكمل يعني، هو انا لو جيت عملت رايت كليك وقلت له انفرت نوتس، تمام، وقمت رايح مودي دي كده وقمت رايح عامل دي كده، وجيت عملت كده، عرفت فات الطريقه دي. فبجد الحركه دي حلوه قوي، يمكن والله فعلا اول مره اجربها واحنا شغالين دلوقتي، ويا عالم كانت هتنفع ولا لا. بس الدنيا هنا نفعت وبقت زي الفل. بس في حاجه، هي هنا كانت لايتن، هيختلف البلند مود، هيختلف لو هنروح كده. البلند مود ده هيبقى مالتي بلاي، تمام، عشان بس تبقى الدنيا واضحه. ونعمل كده هنلاقي هنا بقى مور ريفليكتيف، وهنا بقى مور رافنس كده. يبقى احنا خلصنا الحته دي. في الجزء اللي جاي او في المحاضره اللي جايه هنتكلم على طبعا احنا نحط هنا دست سهل، مفيش فيه، هي نفس الماب دي بس من غير، بس هنرجع النوتس زي ما هي. والله احنا ممكن يعني ممكن نعملها حالا، تمام، بسرعه كده. احنا كل اللي احنا عايزين كل اللي احنا عايزينه، بس احنا عايزين حته كلر مش اكتر، تمام. فهنعمل كده ونجيب فلات، تمام، اسكيب الفلات، هناخد الكلر داست كلر حاجه كده مثلا، تمام. ونفس الماب دي اللي هي الرامب ار جي بي، انا بس هعمل لها دوبليكيت. ونفس دي هتروح هنا، نفس دي هتروح في الانبوت ده، وهنا رايت كليك هقول له انفرت نوتس، وهجيب الاسود ده في مكانه واخد الابيض ده عنده كده، تمام. يبقى انا كده هي نفس الماب، نفس الماب، بس انا كل شويه بلعب بيها البخت يعني، باخدها يمين اخدها زي ما انا عايز، تمام، بالشكل ده كده كده، تمام. افتكر احنا نحطها في السبيكولر، في السبيكولر كولر. انا هاخد ده فوق ده كده، واقوم عامل دي لاير 3، وده اهي هتبقى لاير 3 الفا. ولو رحنا هنا ورجعنا دي مكانها كده، وجينا هنا اوبس، طيب، كنترول زد دي مش لير 3 ولا دي لير 3 الفا، تمام، هتبقى هنا دي لير 3 لير 4، تمام، ودي هتبقى لير 4 الفا. ممكن اخليها سكراتشز بدل دست، تمام، جميل. في بقى حاجة انا نسيتها اصلا، سامبلينج، شايفين السامبلينج عمل ايه؟ جميل.
عايز اخف ده قوي، روح هنا واعمل كده. هتلاقيه بالشكل ده. كده جميل جدا، كده احنا حطينا السكراتشز، وفي المحاضرة اللي جاية بقى نحط الدست، ونحط الدست هيبقى بلند، هنعمل بلند بين خامتين، الخامة دي وخامة تانية. وافتكر هنبقى كده خلصنا المحاضرة دي، كان فيها تكنيكس كتير. في الجزء اللي جاي هيبقى بسيط قوي، هنحط الدست بتاعنا ونحط شوية تفاصيل ظريفة، واشوفكم على خير.